ده؟ يا نهارك اسود، والله انا مكلم ابو جايل. ايه يا حاج؟ ايه يا حاج حنفي؟ الحق ابنك يا حاج، ابنك سايب الكليه والمحاضرات وقاعد بيصطاد. لا يا شيخ. اه والله قدامه هناك قاعد بيصطاد. حاج حنفي ما تهبطش، انا لسه مكلمه كان في المحاضره. يا حاج انا هكدب عليك ليه؟ والله العظيم قاعد بيصطاد. يا دين. طب ماشي يا حاج، مش هو قدامك؟ صوره لي وابعت لي الصوره. طيب ماشي هصوره لك وابعتها لك دلوقتي، خليك معايا. اكدب عليك ليه انا؟ بعتها يا حاج. هات لي كلب البحر ده وتعالى دلوقتي يا حنفي. من عينيا هجيبه لك. هوا ابويا عارف منين انا بصطاد؟ انا اللي قلت له. انت مبسوط قوي كده ليه؟ انا اللي قلت له. في حاجة عارف بتقول له ليه؟ تقول ليه يعني؟ ما عشان خايف عليك، سايب المحاضرات وقاعد بتصطاد. يلا عشان اروح ابوك. يلا يا يلا يا حبيبي جاي. امي لو ورجلك ماشي. انقذت من المحاضرة، انقذت من المحاضرة يا فاشل. اقعد بقى حضر بقى تكذب وتحور وتقول لي لابو. اقعد حضر. تعبت يا ابد. تعبت. بدالة هموت يخرب بيتك والصايب من المجنونة وقف. بس عارف اعمل ايه؟ ما عمال اقول لك في فرده مهويه فرده مهويه وانت مش سامعني. انت مجنون يلا اللي هبه منك عشان فرده مهويه تموتنا. اعمل لك ايه؟ ما كان في فرده مهويه. انزل يا اخوك انزل. انزل الله يخرب بيتك، انا اخرتها تبقى على ايدك. يا فندم يا اخويا الفرده اللي مهويه انا كنت هتموتني عشانها. لا حد حاسس الفرده ايه مهويه؟ اني دي؟ اه دي. انت احمد يلا دي مهويه؟ هي مهويه. اسمع مني بس، هات الاستبن، هات الاستبن. هات اللي سيبني يا حاج. قول ان احنا نتقبل شكلك تتعدى ركبه بقى. تعالى لي. اه هي ده ولا سيبني يا مريح بسبب ده والله العظيم اقول لابوك. ربنا ما انا سايبك. انا اقول لابويا وربنا ما يجيش.